السؤال اللي محير جميع المشاهدين، علاش ما خصنيش نخلي بارتما ديالي خاوي قبل 4 سنين؟ اغلب المشاهدين ما مشتركينش في القناه ونبغي كل شيء يدعمنا بالاشتراك اعجاب وتعليق. سرحيه كما كنعرفوا المغاربه كاملين سامعين بهذه المعلومه، خاصه الجاليه وصحاب ديبلاسما. وراه فران كما كنعرفوا كيعرقلو جوج حوايج، الاولى تخلي الشقه ديالك خاويه واللي هو موضوع الحلقه، ثانيا تكري الشقه ديالك قبل 4 سنين. وهذا الموضوع ديال الكراء هضرنا فيه قبل. يمكن لك توجه لقناه المصمم وتبحث على هذه الحلقه، راه مشروحه بلي ديطاي، فرجه ممتعه. في هذه الحلقة نفهموا كل شيء، بدينا نقراو كاملين هذه البارتية باش نفهموا علاش ما تخليش الشقة ديالك خاوية. كوز دي بروبليم، ملاحقة المتلاعبين بالسكن الاجتماعي إذ يستغلوا عدد من المستفيدين في وقت سابق ثغرات في منظومة السكن لغرض الكراء شقق والاستثمار في ارتفاع قيمتها عبر إعادة بيعها كما يحدث بالعاصمة الاقتصادية، وبالتالي يستوجب على هؤلاء إعادة قيمة الدعم الدولة لهذا النوع من السكن البالغة 40,000 درهم. وكيفاش قرينا هاد البارتية وضحت الصورة؟ الناس اللي كيخليو الشقة ديالهم خاوية وهما ساكنين في نفس المدينة مخليينها باش القيمة ديالها تطلع ويعاودو يبيعوها سالينا، ومن طبيعة الحال عنده هو فين يسكن، ميمكنش يخليها خاوية ويمشي يسكن هو في الزنقة. ودابا قررنا اننا نعطيو واحد ليكزومبل اللي بسيط وغيفهمو كلشي، يلا تبع معايا. الحالة الأولى، حميد 31 سنة، موظف وكيعاني من الحركة الانتقالية يعني ديبلاسمون. الحالة الثانية، نوال 28 سنة، من الجالية المغربية. الحالة الثالثة، سمير 35 سنة، سواء موظف أو تاجر أو لاباس عليه، ولكن كيسكن في نفس المدينة اللي شرا فيها البارتمان. هاد ثلاثة ديال الشخصيات اللي ذكرنا كاملين خلاو البارتمان ديالهم خاوية. حميد مقبول الطلب ديالو في رفع الرهن، نوال كذلك مقبولة في رفع الرهن، والسي سمير ما غيتقبلش 100%. من طبيعة الحال حميد غيطلبوا منه السبب ديال أنه علاش خلى البارتمان ديالو خاوية، غيجيب واحد الشهادة من الإدارة اللي خدام فيها سواء قطاع عام أو خاص، وغيدفعها مع الدوسي في رفع الرهن، وما ينساش يخلي العنوان ديال الشقه اللي شرا في لاكارت ديالو. ونوال كذلك اللي كتمثل الجاليه غتجيب وثيقه اللي كتدل على انها في ديك الفتره كانت خارج البلاد، بطاقه الهويه، باسبور، المهم شي حاجه بحال هادشي. وسمير شنو غيجيب لهم؟ ها يلا كتسكن في نفس المدينه، شاري بارتمان في ديك المدينه ومخليها خاويه، وانت في الالتزام انك محتاج للسكن، دونك انت بوزنس مان وكتانفيستي فلوس ديالك في العقار وكتخلي الشقه خاويه. من طبيعه الحال الا جاب الله الشاري كتعاود تبيعها، كتكون شريتيها ب 25 مليون كتولي تبيعها ب 30 مليون. وهاد النوع ديال المواطنين هما اللي دايرين المشاكل في السكن الاقتصادي، دونك من طبيعه الحال فاش يبغي يعاود فيها البيع غيبغي يرفع الرهن، فاش يمشي يبغي يرفع الرهن غيطلبوا منه 5 ديال المليون ردها لمواليها. وما نساوش كما قلنا في الحلقه الاولى، الا تعطل على المديريه العامه للضرائب كيتزادوا غرامات وزيادات حسب الماده 191. ونتمنى الشرح يكون واضح، ونتمنى الناس اللي مازال ما تشاركوا في القناه تشتركوا دابا. الميساج راه وصل وحلقتنا التالت. تحياتي.